والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال وتفاصيل الأخبار مع زميل مصطفى ميزار. إليك المتابعة. شكرا إلهام نمر وشكرا إيمان منصور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة، وفيها نتابع بعض الخبر. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 33.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر من عام 2022، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي. على جانب آخر، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات ملزمة بشأن التمويل المستدام، والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية. ذكر البنك المركزي أن تلك الخطوة تأتي تماشيا مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وإيمانا بالدور الهام للتمويل المستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي. في إطار الحملة الترويجية والتعريفية للفرص الاستثمارية المتاحة والتي أطلقتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نهاية الشهر الماضي، رفعت بورصة ناسداك الأمريكية على واجهات مبناها الشهير في ميدان التايمز سكوير بحي منهاتن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فيلما تعريفيا للمشروعات القائمة داخل مناطقها الصناعية وموانيها التابعة لها. أشارت المنطقة الاقتصادية إلى تدرج حملتها الترويجية دوليا، سواء في مطارات دولية أو بأشهر ميادين العواصم العالمية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ومزايا الاستثمار داخل المنطقة، وكذلك استقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عبور سفينة الركاب العملاقة أحدث السفن السياحية في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الشمال خلال رحلتها القادمة من إسبانيا والمتجهة إلى الأمارات العربية المتحدة. وجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة. إلى سوق المال، حيث تبينت فيه مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع، وفيها سجل رأس المال السوقي لمستوى الشركات ما يقرب من 763.1 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 11242 نقطة، ليرتفع بنسبة 0.8% ويغلق عند مستوى 11262 نقطة. كذلك فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2225 نقطة، ليتراجع بما نسبته 56% ويغلق عند مستوى 2213 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3242 نقطة، ليتراجع بما نسبته 51% ويغلق عند مستوى 3226 نقطة. من أسواق المال إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيه و20 قرش للشراء و24 جنيه و31 قرشا للبيع. بالنسبة لليورو، فقد وصلت قيمته إلى 23 جنيه و57 قرشا للشراء و23 جنيه و69 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 27 جنيه و11 قرش للشراء و27 جنيه و23 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 6 جنيهات و59 قرشا للشراء و6 جنيهات و62 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي، الذي وصلت قيمته إلى 6 جنيهات و44 قرشا للشراء و6 جنيهات و47 قرشا للبيع.
أنهت أغلب بورصات منطقة الخليج العربية التعاملات على تراجع مع إشارة البنك المركزي الأمريكي إلى أنه لا يوشك على الإطلاق على تيسير السياسة النقدية، ما دفع لصدور تصريحات وقرارات تميل للتشديد من عدد البنوك المركزية في الأسواق الناشئة. وفي هبط المؤشر السعودي بنسبة 8% ليتراجع المؤشر ب2.3% في هذا الأسبوع الذي يشكل ثالث تراجع أسبوعي في الأربعة أسابيع المنقضية. كذلك هبط مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 6%، وفي أبوظبي أغلق المؤشر على تراجع بنسبة 5%، مع جني المستثمرين لأرباح بعد موجة الارتفاعات. وقد هبط المؤشر القطري هو الآخر بنسبة 1% بضغط من أسهم قطاع البنوك. هذا وقد تراجعت بورصة الكويت هي الأخرى بما نسبته 2%. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة مشاهدينا الكرام.